السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في قناة سنوسات. اليوم سوف نتعلم من سيساتان ونظام لينكس في الحلقة 40 بعض المفاهيم الجديدة والرموز الجديدة التي سوف نقوم بتطبيقها على فور لوب الشرطية. أولا أحب أن أشكركم لأن أتممت 40 حلقة من سلسلة تعلم نظام لينكس وقمتم بمشاهدة. قبل أن نبدأ في كل شيء كالعادة أحب أن أبدأ في مقدمة. أنت قوي لأنك تتجاوز عواقب الحياة وتتعلم. سوف نتشارك معكم صورة تحفيزية لويليام شكسبير وأغنية جميلة وتعتبر بمثابة تحفيزية لماهر زين، وسوف تجدون الرابط في أسفل الفيديو في الوصف إن شاء الله. الآن سوف نقوم بشرح هذا الرمز. الآن قمنا بإنشاء فور وتسميته فور ليقوم بطباعة الدايركشن أو الاتجاه. فقط الكلمة يطبع، ثم البار تطبع لنا الدايركشن أو الاتجاه. أعطيناه PWD ليقوم بإعطانا الاتجاه أو المسار الحالي، ليقوم بطباعته بعد الدايركشن فقط على التيرمينال. وثم قمنا بإنشاء إيكو LS-L-R أو LR ليقوم في عرض المجلدات المتواجدة داخل المجلد، وثم كريب علامة السهم في الأعلى، وثم دي لعرض الدايركتوري أو فقط المجلد، و NL لتقييمهم والسهم رايت أرو أو السهم المتجه إلى اليمين ليقوم بنسخه ولصقه في FFR.tech، وثم دون انتهت الفولدر. فما تشاهدون هذا الملف لا يجي أي شيء. الآن نقوم في عمل الأمر هنا لدينا هو. كما تشاهدون الآن نقوم في طباعة الدايركشن والمسار الحالي في WD. الآن هنا يجب أن تقوم في طباعة كل شيء. الآن قام في طباعة، ولكن قام في طباعة السيرف والA والBM. هنا لا أعلم أين يوجد الديامسار في أي مسار وفي أي مجلد، هل ليرنس أو سابلستر، وأيضا هذا المجلد قبل الأخير والأخير. هنا تواجهنا مشكلة لا نعلمها كيف نقوم بحلها. إذا كان شخص يشاهدنا ويعلم كيف حل هذه المشكلة ليخبرنا في التعليقات، وأيضا نستفيد منه نحن وأيضا المشاهد أو من يقرأ التعليق. الآن كما تشاهدون هنا نقوم بحذف كل شيء. هنا الخطأ لدينا ولا نعلم حله إلا الآن. إن شاء الله في الحلقات المقبلة نعلم حله الخطأ. كما تشاهدون لا يقوم بطباعة المسار الحالي أو PWD. نقوم في عملها أيضا دبل كوتس وضغط الفاصلة. هنا الآن أيضا كما تشاهدون لا يوجد أي شيء. أي شيء نفس الناتج. الآن نقوم بحذف الفاصلة وأيضا نقوم في تطبيقها وأيضا نقوم بحذف دبل كوت وثم من تطبيقها، ولكن أيضا نفس الناتج لا يوجد أي شيء. للمشاهد الآن سيف وثم في تطبيق الأمر ما يكون ثم رفرش. الآن كما تشاهدون لا يوجد أي شيء ولا يقوم بطباعة المسار. نقوم في عمل PWD إلى نسخة المسار. نقوم في عملية إيكو وأيضا إلى علامة السهم رايت أرو إلى FFR أيضا للمشاهدة الناتج. الآن نقوم في الناتج هنا. الآن كما تشاهدون نفس المحاولة وفشلنا بها، ومن يستطيع حلها ليقوم بإرسال تعليق لنا أو لنستفيد نحن ويستفيد المشاهد أيضا أو القارئ التعليق. إلى الآن إلى هنا ينتهي الفيديو. حب في النهاية طريقة الهايفن أو الدلالة على الملف، نقوم بحذف الـ R لأنه ملف
يخرج إلى الأرض. الملف يقوم بنسخ إلى ffr.txt. الآن نقوم بحذف كل شيء، وهنا أيضا نقوم بحفظ كل شيء. الآن لنشاهد النتائج. الآن يجب أن أقوم بإرسال الملفات فقط إلى هنا. نقوم في عمل ريفرش أو إعادة كما تشاهدون، قم بإرسال الملفات إلى هنا. نقوم في تجربة ال pwd5 أو الباك بورد هنا. هنا أيضا شاهد حفظ نذهب إلى التيرمينال. الآن كما تشاهدون أيضا لدينا خطوات نقوم بإعادته إلى السابق، وفقط نقوم بإضافة ال space. الآن كما تشاهدون أيضا خطأ لدينا، نقوم بحفظه وثم نذهب للتوفيق مرة. الآن قام بطباعة كل شيء، ولكن لم ينقله إلى البحثي تشاهدون الآن للمشاهد يجب أن يوجد، كما تشاهدون يوجد الملفات، ولكن لدينا مشكلة الـ PWD لم تطبع تشاهد أي المسار الحالي. لا نعلم ما هي المشكلة، إن كان الشخص يعلم المشكلة أو طريقة حل هذه المشكلة أو له فكرة جديدة في حل هذه المشكلة ليخبرنا ونستفيد جميعنا من هذا الحل أو من هذه الفكرة. الآن نقوم في تطبيق آخر ونشاهد النتيجة ونتبع. الآن أيضا كما تشاهدون لا يوجد أي شيء. إلى هنا ينتهي الفيديو، أحب أن أنهي الفيديو في أسقط الضوء عن شيء، أسقط الضوء إلى الجميل في مجموعات الفيسبوك الأجنبية، هي تقوم في الموافقة فقط على المنشورات المحددة بمواضيع محددة، مثلا أمن المعلومات أو نواة لينكس وغيره، أي لا تقبل منشورات أخرى مثلا السخرية أو غير ذلك، وخلافا عن المجموعات العربية في الفيسبوك التي تقبل كل شيء ليس له الصلة في الموضوع، مثلا لينكس موضوع لينكس، تقوم المجموعة بموافقة على المواضيع التي لها علاقة في السخرية أو طريقة تهكير الفيسبوك أو طريقة الضحك والترفيه وتحديث التطبيقات في الفيسبوك وغيرهم من ذلك والكثير. ووداعا رائدين المستقبل، نلقاكم في حلقة جديدة إن شاء الله، ونعتذر عن هذه الأخطاء التي واجهتنا في هذه الحلقة، وشكرا لكم.